الرائحة المألوفة، طعم الأكلة أكلة أيام زمان، حالة الحنين الممزوجة بالحب، الفرح، الطمأنينة والحزن، هاي هي حالة النوستالجيا. وإحنا اليوم رح نعيش حالة النوستالجيا مع ضيفنا اللي اختار حي جبل عمان وتحديداً الكلية العلمية الإسلامية، هذا الصرح التربوي والتعليم العريق اللي خرج آلاف الطلبة المميزين، واللي كان من ضمنهم طالب أتى من مدينة حلحول في محافظة الخليل ليتبع ترحال والده بين الضفتين تأدية لرسالة التربية والتعليم. خريج الاقتصاد الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ مسيرة المهنية كباحث في البنك المركزي، وبفضل ذكائه واجتهاده استطاع أن يتدرج مهنياً ووظيفياً ليتقلد عدد كبير من المناصب المرموقة وليرسم رحلة نجاح وليصبح اليوم رجل دولة من الطراز الرفيع. معنا ومعكم اليوم في نوستالجيا معالي الدكتور جواد العناني، يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك. أهلا مساء الخير. إحنا هون بناء على طلبك من ساحة الكلية العلمية الإسلامية، علاقتك بهذا المكان بدأت وأنت طفل، شو بتتذكر عن جواد الصغير؟ أتينا إلى عمان وصلت على المكان اليوم. شفته لجواد، كيف كانت شخصيته؟ طفل ابن 9 سنوات. ما شاء الله عليك، عندك موهبة بالتقليد. كانت حياة جميلة. نعم، دائما التربويين وعلماء النفس بيتحدثوا عن دور أولياء الأمور، الأب والأم، في تنمية حب الاستطلاع وحب المعرفة والفضول عند أبنائهم. أنت اللي الأشخاص اللي بيعرفوا قريبين منك بيحكوا قديش كنت طفل فضولي، ولكن هل تتذكر حادثة مميزة مع والدك كونه كان مش بس والد أيضا كان معلم؟ Thank you.
الشاشة كانت بتوقع من الهواء، جيتني امسكها بطلع صوت، عرفت كيف؟ فبدي احشرها بشيء ما توقع. يلا شغال شغال ضلك تتبع عليها، بلاش تفصل بلاش توقف. يلا شباب نكمل. اول مرة شفت الدكتور جواد كان طفل، كان صف رابع ابتدائي وأنا وياه نفس الصف. إجوا استأجروا عنا وخلى أبوي يقسم البيت بيننا وبينهم، أخذوا القسم الأصغر في غرفة وتوابعها وسكنوا فيها، وكنت أنا سليمة معافية أمشي وأروح على المدرسة على رهبات الناصر وهو في الكلية العلمية الإسلامية. ثلاث شهور أنا حصل عندي حالة صحية وعلى أثرها خطأ طبي وانشلت. فلما عرف جواد وهو طفل اتأثر كثير، وكنت أشعر وأشوفه يحب باستمرار إنه يصبح علي، إنه يدخل، إنه يشوف ولو يقول لي مرحبا ويطلع على طول على طول. كان هيك بعدين أطفال صغار، كان في علكة وفيها صور بتتحول لشدة بعدين عليها رسومات وصور فنانين. فهاي كان يجي يقول لي جواد هند شو رأيك تعطيني أكمل الشدة اللي معي وبرقص لك حلحولي؟ فأقول له يلا أرقص. قل أعطيني أول. قلت له ما بكذب عليك أنا بعطيك، يلا أرقص. صير ينط بسوي حركات أعطيه. ثاني يوم هند تعطيني؟ أقول لا ما بعطيك بلاش، أرقص أول. كان باستمرار لما يخلص الدروس يطلب إذن من أمه من أبوه، يدخل على أبوي عمه أفوت أسلم على هند، يدخل يسلم علي يحمر وجهه ويطلع يرتبك. كان جواد الطفل يا ستي مثلا يجيب إخوانه يقول لهم امشوا نعمل سحبة ونفوز هند، فييجوا الهند اسحبي اسحبي ايه فزتي يا هند فزتي يا هند، يعطوني فرد صغير. هاي واحدة منها. بعدين كان جواد من النوع الحنون بشكل مش طبيعي، شايفين؟ فكان يتأثر كثير في وضعي، يجي يسألني مثلا مرات مثلا شو اللي صار معاكي؟ شو اسم الدكتور؟ ليش هيك عمل معاك؟ كان يسألني ابصر إذا هو بتذكر هلأ. كنت أحكي له. كان الأبو يدرس دروس خصوصي، طلب من أبوي أن الغرفة محبحين إحنا شوي، قال له شو رأيك يا سليمان أجيب هالكنبايات أحطهم عندك أصير أعطي حصص الخاصة؟ هيك صار. طبعا أبوي ما برفض له طلب. الوالدة تبع جواد العناني راحت أخذت دروس خياطة مشان تخيط لهم في البيت وتتعاون مع الأبو. هيك بلشت حياتهم. كان يعطي دروس باستمرار. بعدين إله الأبو نشاطات، كان له برنامج يومي في الإذاعة الأردنية، حديث يومي إن كان ديني أو اجتماعي أو بعدين إله مشاركات كثيرة في الإذاعة الأردنية على طول. الكل لما يسمع إنه جارنا بعد ما عمروا سكنوا جارنا أحمد العناني، أول ما يسألوا ابنه جواد، ابنه جواد الحلو. والده كان كمان يهتم فيه، والابن طالع لأبوه مثلا من مكتبته ما كان يعير إلا هند. كان عنده مجلد لقصة لفيكتور هيغو البؤساء، كان عندي أنا كتاب بقرأ فيه، قال لي لا هذا قيمي وأنا بعطيك المجلد كامل. صار وزير تموين. لما صار وزير تموين أنا بعت له بقية، لأنه كان في تواصل بيني وبينه وباستمرار يطلب. فكان رده أنه إجا حكى تليفون معي وإجا زيارة ومعه ضمة ورد، وما زال لحد الآن بيزورني بيسأل عني، وحتى معي على الفيسبوك. حتى لو ما زارني أكيد بخطر على بالي. بالنسبة لجواد شو بتشوف؟ يعني
موسوعة إذا بدي أحكي لك عنه، موسوعة جواد، إنسان عفيف شريف نظيف بشكل مبسوط العقل، وذكاؤه غريب، ذكاؤه غريب، وهم عيونه بتقرأ ذكاؤه من وهو صغير. والله بديش أحكي لك دكتور جواد ولا معالي يا خوي، أقول لك أنا اشتقت لك، صار لك فترة ما زرتني، وأنا برفع راسي فيك، وأنت عزيز وغالي. شو رأيك؟ Yeah.
لسه متذكر الصوت. نعمل كت بما انه هاي نعمل كت مشان نحفظ الماده بلاش تصير عادي عادي نكمل نكمل وبعد هاي نروح على فاصل. اوكي اورايت. بس عندي سؤال كثير سريع بعد هذا السؤال وبننتقل لفاصل. اوكي يلا شباب خلينا نعمل كت سريع كت سريع كت سريع كت سريع. اوكي يلا سوينا كات عمر بس بدك مين بده يعملنا روح يلا سجل ريكورد ريكورد قيس نبلش من محل ما خلصنا صح نعمل رولين رولين رول ثواني رولين زوم تو Thank you.
لكم بس هدول كات. لا رح يوقفوا. يمكن بنعيد السؤال. بنعيد السؤال يس. صديقي بيقدر هاي اكثر هيك علينا.